خلاص، وقلنا الفلو اوف اير خلاص قاعده كلكم عارفينها اللي هي مين في مين، اف ايكوال دلتا بي على ار، ودلتا بي يعني بريشر ديفرنس على الريزيستنس. الاير واي ريزيستنس ما فيهاش حاجه، يعني ما فيهاش معلومه. احنا بنقول الاير واي ريزيستنس بتبقى جريتست، يعني اعلى الريزيستنس. احمد معايا انا مش مع مروحة، معايا انا اعلى ريزيستنس بتواجه الهواء هو داخل في الميديم سايز برونكار. فين ميديم سايز؟ كلكم متخيلين ان السمولست برونكاي هي اللي كان المفروض تواجهني باعلى ريزيستنس. يعني انتوا متخيلين كده ان كل ما البرونكاي دايمتر بتاعتها تصغر، كان المفروض ان المقاومه اللي بتقابلني تبقى ايه؟ اعلى. لكن الحقيقه لا، اعلى مقاومه بتواجهني في الميديم سايز برونكاي. ليش معنى في الميديم سايز؟ بص، قال لك لانه عددهم قليل. يعني ايه عددهم قليل؟ لما نيجي نقسم كميه الهواء اللي داخله جوه كل تيوب نلاقي كميه كبيره، فبتدخل جوه قطر قل شويه، تقوم يواجه بمقاومه ايه؟ عاليه. انما السمولست برونكاي يعني برونكيوز صغيرين جدا 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 جدا، عددهم كبير قوي، فكميه الهواء اللي بتدخل جوه كل برونكيول مالها قليله، يبقى اذا بتواجه بمقاومه ايه؟ مش كبيره. مفهوم؟ تاني، يبقى اعلى مقاومه بتواجهني فين؟ في الميديا سايز، لان ايه؟ لان التوتال كروس سكشنال اريا. يعني ايه توتال كروس سكشنال اريا؟ يعني لو انا جيت وعملت مقطع عرضي فيه وكده وجمعت المساحات بتاعت البرونكاي، الاقي التوتال كروس سكشنال اريا اوف ميديم سايز برونكيولز صغيره. انما التوتال كروس سكشنال اريا اوف سمول برونكيولز مالها؟ كبيره، لان عددهم كبير، لارج نمبر. تاني بقى ده نور، اكتر مقاومه بتقابلك فين؟ الميديم سايز برونكيولز. انما البرونكيولز الصغيره قوي لا، المقاومه فيها ما بتبقاش كبيره. فهمنا؟ كويس. مين المواد اللي بتعمل لي برونكو دايليشن ومين المواد اللي بتعمل لي برونكو كونستريكشن؟ مين اللي بتعمل برونكو دايليشن ومين اللي بتعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن. يعني ايه برونكو دايليشن؟ يعني ايه برونكو كونستريكشن؟ برونكو دايليشن يعني اوسع الشعب الهوائيه. اوسع الشعب الهوائيه. يبقى اذا بقلل الريزيستنس، اقلل المقاومه والهواء يدخل زي الفل. سيمباتيك. نور ادرينالين. صح ولا لا؟ ويتش ريسبتور بيتا 2. قلنا عندنا 2 برونكاي يبقى بيتا 2. عندنا قلب واحد يبقى بيتا 1. فهمنا؟ كويس. يبقى عندي السمباتيك نور البنفرين بيشتغل على البيتا 2 ادرينرجيك ريسبتور. انا شرحت دي المره اللي فاتت، قلت during lung expansion. يعني ايه during lung expansion؟ during inspiration. during ايه؟ during inspiration بيبقى عندي negative intracranial pressure، صح ولا لا؟ صح. والنيجاتيف انترا نيجاتيف، يعني ايه نيجاتيف؟ ساكينج بريشر. يس، تقوم تشفط البرونكو والبرونكاي بعيد عن بعض، تفتح البرونكيوس، توسع الدايمتر بتاعها، يبقى الهواء يدخل بسهوله. طب ودورينج اكسبايريشن؟ دورينج اكسبايريشن بيبقى عندي بوزيتيف لانج بريشر، الفيولا بريشر بوزيتيف. يقوم بوزيتيف دي يعني بوشينج، يعني يضغط على المول بتاع البرونكاي، يقفل البرونكاي اكتر وقت. مش بيقفل يا اولاد، يعني ايه مش بيقفل؟ يعني الهواء هيطلق هيطلق، فاهمين؟ بس المقاومه للهواء وهو طالع اكتر من المقاومه للهواء وهو داخل. زياد فهمت؟ تاني during ايه انا قلت؟ during inspiration. during inspiration بيبقى عندي negative pressure. النيجاتيف بريشر ده ماله؟ يوسع اللانج بتاعتك، ومعاها مين؟ ومعاها البرونكيوز. طب ودورينج ها اكسبيريشن بوزيتيف بريشر بيضيق اللنج بتاعتك ومعاها البرونكيوز. وخلصنا خلاص كده؟ كويس. قال لك وفي مواد ثانيه بتعمل برونكو كونستريكشن؟ طبعا. ولا دي قوي. مين المواد اللي بتعمل برونكو كونستريكشن كمان؟
قال له بارا سمباثاتيك وانت نايم بالليل. قال له لا لا لا، يعني العيان اللي عنده ازمه اكتر وقت يتضايق فيه انت وهو نايم الفجر تقريبا، يعني لا ليش معنى الفجر ده الماكسيمم بتاع بارا سمباثاتيك يس ثلاث اربع ساعات بعد ما دخل ينام مفهوم؟ طب ويتضايق اكتر الهواء هو داخل ولا الهواء هو طالع؟ وهو طالع. فهمنا؟ كويس قوي. وكمان في مواد تانية برضو هيستامين الرجي، لو واحد عنده الرجي برضو من ها بيطلع مادة هيستامين بتعمل برونكو كونستريكشن، بتعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن. كويس. يلا مين هيشتغل معايا؟ انت هتشتغل معايا؟ خد الورق. الورق دي تاني. متوضب. يا الاولاد يلا عندنا عنوان بقى اسمه ايه؟ طبعا طبعا الجزء اللي انا قلته ده ام سي كيو طبعا واضح يعني خلاص اكيد فهمتوا مين اللي يجي تحليل ومين اللي يجي ام سي كيو صح ولا لا؟ ها اي حاجه كده ام سي كيو واي حاجه كده تحليل. يلا ايه ده هتشتغل ده شغل ده؟ طلع ايه الشغل دي؟ يلا ديد سبيس. يلا اولاد يعني ايه ديد سبيس؟ ديد سبيس يعني الجزء الميت في الريسبيريشن بتاعتنا. يعني ايه الجزء الميت في الريسبيريشن؟ نو جاز اكسشينج يس، لانه الانسبيريشن لان الريسبيريشن بتاعتنا بس علشان اعمل ايه؟ عشان اعمل جاز اكسشينج خلاص. فالجزء الميت اللي عندي اللي هو كوندكتنج زون. يعني ايه كوندكتنج زون؟ من اول فين لفين؟ من اول النوز بتاعتي واللارنكس والتراكية وكمان البرونكاي وكمان البرونكيولز كده اهو وترمينال برونكيولز كمان لغاية الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولاي. كل الجزء ده كل ده ديد سبيس. شايفين قد ايه ديد سبيس؟ كل ده سمعوني تاني يعني ديد سبيس من اول فين لفين؟ ها ديد نوز لاركس تراكيا برونكاي برونكيولز لغاية الريسبيراتوري برونكيولز. يعني ايه ريسبيراتوري برونكيولز؟ هما برونكيولز بس فيري ثين وول يسمح بالجاز اكسشينج. اي كلام ليه اي كلام؟ لان السيرفس اريا بتاعتهم قليله مفهوم؟ لكن الجاز اكسشينج اوكيرز مني فين؟ جاز الالفيولاي. عبد الله ورا اسمع. انما الالفيولاي هو ده اللي بيحصل فيه الاكسشينج الحقيقي خلاص. حلو. عندي نوعين من الديد سبيس. نوع اسمه اناتوميكال ديد سبيس هو اللي انا لسه قايلاه ده اسمه اناتوميكال ديد سبيس. والنوع الثاني اسمه الفيولر ديد سبيس. ايه كم نوع من الديد سبيس؟ جاز اثنين. نورمالي عندي نوع واحد اناتوميكال ديد سبيس. لانه مين هو الالفيولر ديد سبيس؟ قال لك لو عندك نون فانكشنينج الفيولاي. لو عندك ايه؟ نورمالي اول الفيولاي ار فانكشن. يعني ايه اول الفيولاي ار فانكشن؟ امتى الالفيولاس بتاعتك تبقى نون فانكشن؟ حاجه من اثنين، يا اما هي شخصيا فيها عيب يا اما البلاد فيسل اللي رايح لها فيها عيب. ما تنسوش ما تنسيش ان الريسبيريشن بتاعتك ده ريليشن شيب ما بين مين ومين؟ ايوه كده فاهمة ازاي؟ ما بين الاير في الالفيولس والبلاد جوه البلاد كابيلا. فاذا انا لو عندي عيب هنا او عيب هنا اهو يبقى فهمت ازاي؟ يبقى النون فانكشننج الفيولاي اللي مش واصل لها بلاد تبقى نون فانكشن. او لو الوول بتاعها فيتن فايبروتيك فيها هواء لكن مش عارفه تعمل اكسشينج صح ولا غلط؟ ها يا ولاد اوكي فهمتوا؟ ها؟ فدي اسمها النون فانكشن. يا ولاد ده طبيعي ده؟ طبعا لا ده مش طبيعي. ها؟ ده باثولوجيكال
الواد يا فاي. عندنا كام تايب ولد؟ كام تايب من الـ من الداد سبيس؟ اثنين. مين هما الاثنين؟ يس اناتوميكال داد سبيس اند الفيولر داد سبيس. اناتوميكال داد سبيس مين ومين ومين ومين؟ يس من اول فوق هنا اهو لغايه الريسبيراتوري برونكيوز. كويس؟ تقريبا بيبقى فيها 150 ملي لتر من الهواء. تقريبا بيبقى فيها قد ايه؟ بص من 120 لغايه 150 ملي لتر. من كام لكام؟ ده كتير. انا نورمالي وانت قاعد كده اهو بيدخل لك قد ايه هواء؟ 500. تلت الهواء اللي بيدخل لك انت ما بتستفيدش. لا 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 طيب ان انا اقول ما بتستفيدش بيه ايه فايده؟ بس قصدي اقول ما بتستفيدش بيه كاكسشينج اوف. ها فهمنا؟ خلاص كده واضح حلو. طب لو ولد لو نفترض انك انت بتاخد ديب بريدنج يعني اخدت ثلاثه ليه؟ مش هو ده الماكسيمم ده بتاعك؟ طب لو نفترض انك انت اخدت ثلاثه ليه؟ قد ايه منهم هيبقوا في الداد سبيس؟ كم؟ 150 برضو. ايه يا ابني وانت طلع لك برونكيول جديده؟ ولاد طلع لكم برونكيولز جديده؟ طلع لك اثنين تراكيه؟ هما هما فهمت ازاي؟ فالداد سبيس بتاعتك خالص الداد سبيس بتاعتك ايه؟ يبقى اي فوليوم اوف اير جديد اكتر من الطبيعي هتدخله جواك انت هتستفيد فيه في الاكسشينج. فهمنا؟ فهمنا؟ اي فوليوم زياده انت هتاخده هتستفيد بيه فين؟ في الاكسشينج. كويس قوي. امال الالفيولر داد سبيس؟ الالفيولر داد سبيس ده الاير في النون فانكشننج الفيولر. يعني ايه نون فانكشننج يا ولاد؟ ها؟ يا اما ايه؟ فايبروتك يا اما ليتل او نو بلاد سبلاي او عندها ثيك ميمبرين. نورمالي اول الفيولاي ار فانكشن. نورمالي ايه؟ اول الفيولاي ار فانكشن. الالفيولر داد سبيس ايكوال ايه؟ زيرو. يبقى لما يجي قاعده عندي بتقول لي يعني عمر باهي يعني ايه فيسيولوجيك داد سبيس؟ فيسيولوجيك داد سبيس it is the sum of anatomical زائد alveolar. it is the sum of what؟ anatomical زائد alveolar. كويس؟ طب والنورمال بتاعك alveolar equal ايه؟ يبقى اذا normal فيسيولوجيك داد سبيس is equal to anatomic داد سبيس. ده في النورمال كونديشن. لكن لما واحد يبقى عيان وعنده فايبروزس او عنده بلاد ما بيروحش لحته معينه من اللنج بتاعته يبقى في الحاله دي ايه؟ يا اولاد يس يبقى في الحاله دي الالفيولر كتير. ده ميبي ان الالفيولر داد سبيس تبقى اكبر من مين؟ من الاناتوميكال داد سبيس. كل ده مكان ضايع عليا ما بعملش بيه اكسشينج. اوكي؟ كويس؟ في اللنج ديزيز انكريز طبعا الفيسيولوجيك داد سبيس لان بيبقى عندي نون فانكشننج الفيولاي ايه؟ اكتر. وسام تايم الفيسيولوجيكال داد سبيس بتبقى اكبر من مين؟ من الاناتوميكال. اللنج از ان ايبل تو ماتش مين مع مين انا قلت؟ فاطمه؟ يس بلاد فلو مع الفنتيليشن. دي الريسبيريشن بتاعتك يا بنتي. ريليشن شيب ما بين مين ومين؟ يلا حنان حنان قلت اسمك ايه؟ هننسى؟ طيب ريليشن شيب ما بين مين ومين؟ ما بين البلاد في البلاد كابيلاريز اللي سراوندنج الالفيولاي وما بين الاير اللي جوه الالفيولاي. لازم الاثنين يبقوا ماتشي. المره الجايه ان شاء الله هناخد الموضوع ده اللي هو فنتيليشن برفيوجن ريشيو اللي هو مين ومين؟ فنتيليشن يعني كميه الهواء اللي جوه الالفيولاي مع البرفيوجن اللي هو البلاد. ها؟ واضح؟ نعم. قال لك دايما انت في الحاله بتاعت ان ما يبقاش عندك الفيولاي فانكشننج في هذه الحاله اللنج از ان ايبل تو ماتش يعني اللي هي تعمل علاقه ما بين مين ومين؟ ما بين الفنتيليشن الهواء اللي جوه الالفيولاي وما بين البلاد اللي جوه الكابيلاريز. لا ليه يا ابني؟ هي كلها هتبطل يعني
فاهم؟ بص لا مش لمبه واحده، لمبه واحده دي عطشه. بعدين واحد يا زين حته، وبعدين راحت واحده خلاص بعطشه. نعم من الاناتوميكال طبعا، لان الفيسيولوجيك ساعتها هيبقى داخل جواها الادرينال كمان، يعني ساعتها ساعه اللنج ديزيز الفيسيولوجيك ده سبيس بي ايكوال تو اناتوميك زائد الفيول. يلا ولاد سيجنيفيكانس اوف ديد سبيس، يلا ايه المعنى بتاع الديد سبيس؟ انا وانا بشرح لكم دلوقتي قلت الله ده في جزء من الهواء انا مش هستفيد بيه، وين لحقت نفسي قلت لكم غلط ان انا اقول كده صح ولا لا؟ وقلنا انه حتى الجزء ده اللي انا ما بعملش بيه ريسبيريشن ولكن ليه فايده جباره. خلاص؟ ليه كام فايده؟ ثلاثه. كام فايده؟ ثلاثه. اخر واحده خالص اللي هي رقم سي اللي هو الفايده بتاعت الكوندكتنج زون. فايده بتاعت مين؟ يعني ايه الفايده بتاعت الكوندكتنج زون؟ الهواء وهو بيدخل هنا بيحصل له ايه؟ هيوميديفيكيشن، يترطب. يعني ايه يترطب؟ بدل ما بيبقى دراي اير، بدل ما يبقى هواء جاف وهو داخل جوه الريسبيراتوري سيستم بتاعي بياخد شويه بخار ميه يبقى رطب ويحصل له وورمينج يتدفى. بدل ما احنا في البرد درجه الحراره بتبقى 5 و6 بره، انت تدخله جوه 18 20 لحد ما يدخل عند الالفيولار. يبقى الفايده بتاعت الكونتاكتنج زون انه بيعمل ايه؟ ها؟ هيوميديفيكيشن. وايه كمان؟ يس وورمينج. قال لك وكمان ينضفه. صح ولا غلط؟ اه طبعا، يعني هدخل الهواء الباقي. قال لا الهواء كله ايه؟ صح ولا لا؟ ها؟ تراب وبوليوشن. يعني ايه بوليوشن؟ تلوث. قال لك اي داست بارتكلز ازيد من 10 مايكرو، لو حجمها اكبر من 10 مايكرو تلزق في السيليا بتاعت النوز وتلزق على الميوكس بتاعها او تلزق في الابر ريسبيراتوري تراكت، وانا اطلعها بعد كده يا اما ان انا اعطس واطلعها اسمها سنيزنج، او ان انا اكح واطلعها اسمها كافينج. تاني يبقى اي ماده اكبر من كام؟ 10 مايكرو. ها مين اللي يحركها؟ سيليا، وتلزق في مين؟ ميوكس، والسيليا في نصها على فوق. قال لك ده المواد اللي بتلزق جوه الابر ريسبيراتوري تراكت بتاعي تلزق على الميوكس والسيليا تعمل لها بروبيلينج لغايه لما تطلع على الفارنكس بتاعي. مين الفارنكس ده؟ ملعوم اللي بيوصل للمريء، واقوم ابلعها بعد كده وتنزل على الاستومك واهضمها بال اتش سي ال. مفهوم؟ ايوه يا ولاد احنا مش ماشيين طول الوقت نفح ولا بنعطس، خلاص احنا بدون ما نحس بنطلع على الصف ونبلعها مع السلايف. خلاص؟ طيب وقال لك في مواد تانيه ممكن الداست سيلز، فاجوسيتك سيلز. يعني ايه فاجوسيتك سيلز؟ خلايا اكولة في الالفيولاي اسمها الداست سيلز. اسمها ايه؟ داست سيلز، تاكل المواد الصغيرة. بس 5 مايكرو. طب ولو هي صغيرة صغيرة قوي 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 اقل من نص مايكرو يجرى لها ايه؟ قال لك ولا حاجة بقى خلاص يعني. قال لك دي هتتعلق في الهواء وتطلع مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. ها؟ فهمنا؟ تاني. يلا يا اولاد تاني. ايه الفايدة بتاعت الكوندكتنج زون؟ ها؟ ايوه وورمنج وهيوميديفيكيشن. وايه كمان؟ اتخلص من ايه؟ يلا قول. اي مادة ديفندنج. دفاعية. خلوا بالكم كمان، خلوا بالكم ولد يا محمد، الجواد انت جاي جديد بس. الحمد لله على السلامة يعني. أول حصة أنت فاهم حاجة؟ شوف. ليه أنا ذاكرت اللي فات؟ شوف.
لمحة. بقول ان انا لو المواد بتاعتي اقل من كام؟ لو هي 10 مايكرو يعني تقريبا كده هقفل نوز سيليا والميوكس ومعرفش ايه واطلعها يا اما بسنيزنج او بكافي واطلعها ممكن على الفارنكس وابلعها اكسرها بالاتش سي ال. حلو. طب ولو هي نص نص لغايه 5 مايكرو ها؟ ياس ده السيل الالفيولار ماكروفيج. طب ولو هي صغيره قوي 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 تتعلق في الهواء وتطلع مع الاكسبيريشن. اوكي؟ حلو. ما تنسوش يا اولاد حتى لو مش مكتوب بس افكركم انتوا خدتوا في البلاد في الاميونتي اللي انتوا رميتوها خلاص؟ ان احنا قلنا اميونوجلوبولين ايه يبقى موجود في السكريشنز. ايوه كده. اسمه ايه بقى؟ اميونوجلوبولين ايه موجود في السكريشنز عندنا. خلاص؟ طيب. يبقى دي الفايده الاولانيه السهله. انا قلت ليها كام فايده؟ ثلاثة. خلصنا من واحدة السهلة. يلا تعالوا معايا بقى للشرح. بقول إن إحنا عندنا الديد سبيس إز ريسبونسبل فور. الديد سبيس هي اللي مسؤولة عن الآتي. إنه في ديفرنس في الكومبوزيشن بتوين inspired and alveolar and expired air. تاني. لا ده بقى عايز تركيز وعايز تفهمه. لان ده مهم. يلا بقى بنات يلا اسمك ايه؟ خليني احفظ اسمك ساره. يلا هنا. قال لك الديد سبيس مسؤوله على انه التركيز انت فاكر انت فاكر. انه الهواء فيه 20% اكسجين فانا لما بتنفس هواء والهواء مفيش سي او 2 فانا لما بتنفس هواء الالفيولر اير بتاعي يبقى 20% اكسجين ومفيهوش سي او 2 غلط. الحقيقه بقى انه الالفيولر اير بتاعي يبقى بعد ما انا اخد نفس تركيز الاكسجين فيه 15 ل 16% وتركيز السي او 2 فيه 6%. الله. يعني الهواء اللي انا بتنفسه ما كانش فيه سي او 2 تقريبا. نسبة بسيطة قوي يا اولاد ان اهم في السي او 2 في الهواء. تقريبا ما فيهوش سي او 2. وفي كام في المية اكسجين؟ 20%. مع ذلك الهواء اللي بيوصل جوه عند الالفيولاي نسبة الاكسجين فيه بتبقى 20 بدل 20 تقل. وتبقى 15.5%. طب ونسبة السي او 2 تعلى وتبقى كام في المية؟ 6%. الله. طب وهل ده مهم لجسمك ولا مش مهم؟ مهم. لأن أنا عايزة سي او 2. ليه عايزة سي او 2؟ بفر. بفر. ليه عايزة سي او 2؟ بب ايفن في الأرتيريال بلاد. ايفن فين؟ طيب من دلوقتي الاماونت الفوليوم اوف سي او 2 كارت في الارتيريا بلاد از مور ذان الفوليوم اوف سي او 2 كارت في الفينس بلاد. تاني معلش انا اسف انا اسف انا قلت فوليوم اوف سي او 2 كارت في الارتيريا بلاد از مور ذان الفوليوم اوف اوكسجين كارت في الارتيريا بلاد. يعني كل 100 مللتر ارتيريا بلاد بيشيلوا 20 مللتر اكسجين لكن بيشيلوا 48 مللتر سي او 2 في الارتيريا بلاد. امال الفينس بلاد بدل ما انا كنت شايله 20 مللتر اكسجين في الفينس بلاد سبت شوية أكسجين للخلايا والفينس بلاد رجع بكام؟ ب 15 مللي أكسجين. بصوا هوريها لكم بصوا.
انا شايله هنا اهو 48 ملليلتر سي او 2 وطلعت في الفينس بلاد كده اهو 52 ملليلتر سي او 2 يعني التيشو بتاعي اداني زياده كام؟ 4 متر. اتنفس الخلايا اتنفست وادتني كام زياده؟ 4 متر. لكن شايله اكسجين 20 ملليلتر اكسجين والتيشو بتاعي اخد 5 ملي ورجع لي هنا اهو 15 ملليلتر اكسجين. يبقى ايه الفرق ما بين الفينس بلاد والارتيريا بلاد؟ انه الفينس بلاد شايل مين اقل؟ اكسجين عن الارتيريا بلاد. يعني جولات انا ده مش مكتوب، اسمعوا مكتوب بعد كده الحصه اللي جايه او الحصه اللي وراها، اصبروا افهموا بس. يعني اذا كل ده بس علشان اقول لك حاجه مهمه، ان انا محتاجه في الارتيريا بلاد مين؟ CO2. لانك انت بتجيلي هنا هو متخيل انه CO2 ده مش موجود في الارتيريا بلاد، امال موجود فين؟ في الفينس بلاد. غلط. خلاص؟ طب والCO2 اللي في الارتيريا بلاد ده متشال على هيئه ايه؟ لا مش متشال على الهيموجلوبين، امال متشال على هيئه ايه؟ باي كربونيت. متشال على هيئه مين؟ باي كربونيت كده. والباي كربونيت ده بافر. فهمتوا ازاي؟ فاحنا جسمنا محتاج الاثنين، محتاج مين ومين؟ يس محتاج اكسجين عشان يعمل اوكسيديشن في الميتوكوندريا، ومحتاج مين تاني بنفس الاهميه؟ سي او 2 علشان بيستخدم السي او 2 از وات؟ بافر ميكانيزم. فهمنا الكلام؟ طيب بس هي الجمله دي اللي عايزاها تفضل في دماغك النهارده، ان انت جسمك محتاج مين ومين؟ سي او 2 واكسجين. يلا ايه فايدة الأكسجين؟ أكسيديشن في الميتوكوندريا، وإيه فايدة السي أو 2؟ بفر، بفر. كويس. وجود الداد سبيس بقى هي اللي بتخليني أحتفظ، شايفة الكلمة؟ بشوية سي أو 2 من اللي كانوا إكسبايرد في جسمي أحتفظ بيهم فين؟ في جسمي مرة تانية. خلاص؟ يلا افهموا دلوقتي. يلا في الداد سبيس مسؤولة عن الديفرنس ان كومبوزيشن بتوين الانسبايرد اير الفيولر اند اكسبايرد اير. اسمع معايا هنا during inspiration ايه اللي بيجرى؟ بصوا هنا اهو during inspiration ايه اللي ممكن تقفلي لي النور لحظة واحدة اللي عندي؟ ايوه بس شايفين كده اوضح؟ طيب يعني احنا فتحنا لكم النور بس عشان تصحوا. برضه نمتوا؟ طيب يلا. يلا اولاد هنا. هنا. يلا بصوا during inspiration ايه اللي جاي؟ قال لك at the end of previous expiration. يعني انا لما باجي اخد نفس مش لسه قبلها كنت مطلعه النفس؟ صح؟ صح. بصوا بقى أنا كنت بعمل إيه؟ كنت بطلع سي أو 2 من الكابيلاري أدخله هنا وآخد أكسجين، صح ولا غلط؟ فأت ذا إند أوف إكسبيريشن الألفيولر إير بتاعتي بقت مليانة إيه؟ سي أو 2 وفيها قليل مين؟ أكسجين، ورحت مطلعه الهواء ده على الشارع، صح؟ طلع على الشارع خلاص ولسه الداد سبيس بتاعتي مليانه مين؟ اللي هو الهواء الاكسبايرد، الهواء الايه؟ اللي هو مش نظيف. مليان مين؟ وفي اكسجين ايه؟ قليل. طب لما جيت اخد نفس جديد عملت ايه؟ دخلت هواء نظيف مليان اكسجين وتقريبا ما فيهوش سي او 2، صح ولا غلط؟ الهواء النظيف اللي انت خدته ده هينط على طول ولا هيعمل ايه الاول؟ قال لك هيميكس الاول، يميكس يختلط ويبوش، يميكس مع الاير اللي كان في الداد سبيس ويبوش
كاميرا اسمها نومي ايه مع ايه؟ احمر مع ازرق. الازرق ده الهواء الجديد النظيف، والاحمر كان مين؟ الهواء اللي مش نظيف من الاكسبيريشن اللي فاتت، صح؟ طب قولولي بقى، لما زق الهواء اللي مش نظيف مع الهواء النظيف، الكونسنتريشن بتاعت الجازز هنا جرالها ايه؟ هل هي ذا سيم كونسنتريشن اوف جازز في الاتموسفير؟ كمية الاكسجين جرالها ايه؟ قلت ولا زادت؟ قلت. والسيو 2 زاد. فمين تاني؟ يلا، في الـ previous expiration at the end of expiration، ايه اللي انت كنت عامله في الـ end of expiration؟ كنت اولا بطلع CO2 وواخد اكسجين، والالفيولر اير ده بقى مليان ايه؟ مليان هواء مش نظيف، CO2 كتير واكسجين قليل، رحت زقه ومطلعه لبره، طلع لبره، بس انا لسه معبيه الداتا سبيس بتاعتي ايه؟ CO2 وخلاص. معبيه الداتا سبيس بتاعتي ايه؟ CO2. لما جيت اخد نفس جديد، الهواء اللي اتزق جوه ده 150 مللي هواء مش نظيف، 150 مللي مليانين CO2 و 350 مللي مليانين اكسجين. فبقى عندي 500 مللي تحت مليانين ايه وايه؟ مليانين CO2 وفيهم شوية أكسجين أقل من الطبيعي. أوكي؟ فبنقولها إزاي؟ بنقول at the end of expiration the dead space is full of hold air. يعني إيه hold air؟ اللي هو الـ expired القديم. يس. يعني less oxygen ومore air than الـ atmospheric air. لأن الهواء طلع من تنفس الخلايا بتاعه. الـ next inspiration الـ atmospheric air بيميكس الأول، وبعدين يبوش الـ retained air في الـ dead space. خلاص؟ فقال لك 150 مليليتر of old air، زي ما محمد قال الهواء القديم. 150 مليليتر of old air moves down، ومعاهم 350 مليليتر جداد new atmospheric air. قال لك النتيجة بتاعت ده دي حفظ. النتيجة بتاعت الكلام ده انه partial pressure، partial pressure يعني الضغط الجزئي، لفظ بي دي يعني partial pressure. هتبدو الحصة الجاية على طول ان شاء الله، او النهاردة يعني ان شاء الله. خلاص؟ يلا. الـ PO2 في الـ inspired air طبعا أعلى من الـ PO2 فين؟ في الـ alveolar air. طب والـ PCO2 في الـ inspired air أقل من الـ PCO2 في الـ alveolar air. تاني، تركيز الـ CO2 في الـ alveolar air عالي عن الهواء، لأن هو داخل زق معاه شوية هواء كانوا مليانين CO2. هوا ما فيهوش CO2 يا بلاش، لكن الالفيولاي دلوقتي بقت فيها CO2 ولا لا؟ لان انا شويه هوا من اللي كانوا طالعين مني كانوا موجودين هنا مليانين CO2، سرقتهم ودخلت فيهم. اوكي؟ طيب، قال لك لو انت حابب انك انت تحسب الفريش اير، الهوا النظيف اللي دخل، او بلاش الهوا النظيف يعني، فريش اير وخلاص، اللي دخل reaching the alveoli per minute، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ القاعدة دي تتحفظ، بتيجي مساء. alveolar ventilation اسمها ايه؟ alveolar ventilation. المرة اللي فاتت او المرة اللي قبلها انت اخدت عنوان اسمه minute ventilation، صح؟ او اسمه pulmonary ventilation. تاني، minute أو pulmonary ventilation equal tidal volume multiplied by respiratory rate. إيه؟ pulmonary ventilation equal tidal volume multiplied by respiratory rate أو اسمها minute ventilation. خلاص؟
500 multiplied في 12 يساوي 6 لتر per minute. يعني في 6 لتر هواء بيدخلوا جوه الريسبيراتوري سيستم بتاعي. جوه مين؟ الريسبيراتوري سيستم. أمال لو أنا جيت قلت الفيولر بقى، يعني قد إيه من الهواء بيوصل للألفيولاي؟ أحسبها إزاي يا ولاد؟ من زمان خلاص، يعني انا قلت خدناها وخلاص. من زمان ايه الدولة؟ خلاص يعني انت لسه حاضر اول مرة؟ مرة فاتت؟ اه طيب خلاص بس خدناها. اسمك ايه؟ عمر. يلا يا اخويا. ولد بص، لما اجي احسب ها 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 لما اجي احسب الفرق من الفنتيليشن، بارمنر فنتيليشن يعني كمية الهواء اللي بتدخل جوه صدرة في الدقيقة الواحدة. كمية الهواء اللي بتدخل جوه صدرة في الدقيقة الواحدة، في المرة الواحدة التنفس بيدخل لك نص لتر. وأنت بتتنفس 12 مرة في الدقيقة. فـ 12 في نص لتر يعني 6 لتر. يبقى أنت عمال تلعب داخل طالع في 6 لتر في الدقيقة. خلاص كده؟ من الـ 6 لتر اللي أنت بتاخدهم في الدقيقة كام بيوصلوا للألفيولاي؟ فهمت إزاي؟ طيب بلاش يعني بلاش الحركات دي يعني. لا تعملها ازاي بقى؟ قال لك تايدال فوليوم ماينس ديد سبيس مالتيبلايد في الريسبيراتوري ريت. خلاص؟ اللي هو 500 ماينس ال 125 او 150 ايا كان الرقم في 12 يعني 350 في 12 يعني 4 لتر و2 من 10. فهمت ازاي؟ تاني بقى، يبقى انت في كام لتر بيدخلوا جوه الريسبيراتوري سيستم بتاعك؟ 6 لتر، انت بتستفيد في الاكسشينج بكام لتر؟ 4 لتر. خلاص كده؟ طيب لو في ايه؟ وماله فورس الانسبيريشن؟ ما انا عشان كده استنى يا حبيبي، عشان كده قلنا بنحط القاعده. لما جه يقول لي 30% قلت له لا ما تنطش. خلاص؟ ليه؟ لأنه زي ما قال كده، لو نفترض التايدل فوليوم ما بقاش تايدل فوليوم، أمال بقى إيه؟ بقى 2 لتر. هتحط 2 لتر ماينس 150 برضه. يعني إذا الداتا سبيس مالها؟ ثابتة طالما إنك أنت طبيعي. فهمنا يا بنات؟ ها؟ بنحط القاعدة ونعوض. يلا during expiration. يلا أولاد هنا بقى during expiration إيه اللي بيجرى؟ قال لك at the end. عمر باهي. لا مش صح. يلا عشان هتسمعني. طب ما تشرح انت ده. يلا وقف كده. حضرتك لسه بتشرحي. ايه؟ افهم الاول بعد كده اشرح. طب يلا بص. At the end of inspiration يعني في نهاية الانسبيريشن. خلاص الانسبيريشن يعني ايه؟ لسه واخدة نفس جديد من الهواء الجديد. خلاص انا كنت زقيت الهواء القديم ودخل هنا. امال مين دلوقتي اللي بقى مالي الجزء ده بتاعت الديد سبيس؟ هواء حلو. اللي هو الاتموسفيريك اير يعني مليان اكسجين وما فيهوش مين؟ ما فيهوش سي او 2. طب لما اجي بقى اطلع نفس، يا اولاد لما اجي اطلع نفس ايه اللي جرى؟ قال لك اساسا انا باخد هنا اهو اكسجين واطلع مين؟ سي او 2. فبيبقى الالفيولر اير مليان ايه؟ سي او 2 وفي قليل ايه؟ اكسجين. بس وانا مطلع الهواء بيميكس اند بوش الاير في الديد سبيس، صح؟ فالهواء اللي يطلع الاول ده اصبح ما اصبحش ازرق بس ولا احمر بس، امال اصبح ايه؟ ميكس الاثنين مع بعض. فالالفيولر اير كان مليان سي او 2 بس الحبه اللي كانوا هنا ما كانش فيهم ايه؟ فلما طلع بره بصوا بصوا شايفين انا عملت ايه؟
شايفين كم عدد السي او 2 هنا؟ لما طلع بره بقى ايه؟ less سي او 2. قال لك الـ expired air contain less سي او 2 عن الـ alveolar air. ومليان ايه؟ وفي شوية ايه؟ بالرغم ان الـ alveolar air ما كانش فيه تقريبا ايه؟ اكسجين. نتيجة مين الاكسجين اللي طلع ده؟ نتيجة ان الداد سبيس كانت مليانة اكسجين. اوكي؟ تاني انا عايزة الجملة دي، يلا. الـ expired air في ايه؟ less CO2 عن الـ alveolar air. تاني الـ expired air في less CO2 عن الـ alveolar air، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا جسمي احتفظ بشوية CO2 اللي كانوا طالعين ليه؟ اللي هي الجملة اللي انا ابتديت بيها. يس. فهمتوا؟ تاني الـ expired air بتاعي contain ايه؟ less CO2 than الـ alveolar air and contain more oxygen than الـ alveolar air. contain ايه؟ more oxygen than الـ alveolar air. جبتوا من فين الـ oxygen؟ ما خلقتوش. كان معبي الـ dead space. واضح؟ طيب اكسبيريشن. مين اللي بيسن؟ علي. علي علي. يلا طيب. نكس اكسبيريشن. برضه ده تاني. يلا الالفيولر اير بيبقى فيه هاي سي او 2 ولو المهم يعني دي تتحفظ برضه. انك انت البي او 2 في الاكسبايرد اير بقى اكتر من البي او 2 فين؟ في الالفيولر اير. والبي سي او 2 في الاكسبايرد اير لس زي البي سي او 2 فين؟ في الالفيولر اير. تاني انا بقول انه كميه السي او 2 اللي انا بخرجها مني اقل من كميه السي او 2 اللي كانت موجوده جوه. اذا في النهايه انا عملت ايه؟ احتفظت بشويه سي او 2. خلاص؟ حلو. يلا الارقام هنا بقى. نعم. بس. احتفظت بيهم ليه دلوقتي؟ هتفهمي على طول ان شاء الله. خلاص هتفهمي ليه؟ يلا ولاد يلا. يلا بس بس بس. يلا انا بصي هنا اهو التركيز بتاعك يلا ها. الانسبايرد اير البي سي او 2.3 مليمتر اتش جي قلت لكم تقريبا ما فيهوش. تقريبا ما فيهوش ايه؟ سي او 2. طيب امال الالفيولر اير السي او 2 بتاعه كام؟ 40 مليمتر اتش جي. كام؟ امال في ها بره كان كام؟ 0.3. شايفين عالي قد ايه في الالفيولر اير؟ نتيجة ان انا بعمل ايه يا بنتي؟ يس ونتيجة ان انا بحتفظ بشوية جوه. ليه بحتفظ بشوية جوه؟ عشان فايدة الداد سبيس بتاعتي. عشان هو مهمته بطل. اوكي؟ طيب امال الاكسجين بقى؟ بره في الشارع كان كام؟ 159 ملم اتش جي، امال في الالفيولاي كام؟ 105 ملم اتش جي. الاكسجين بيقل. انا مش محتاجه اكتر من 100 في الاكسجين. هتفهميها مش الحصه الجايه، الحصه اللي وراها ان شاء الله. فاهمه؟ انا مش عايزه كل هذه الكميه من الاكسجين. خلاص؟ لكن انا عايزه شويه سي او 2. وشويه سي او 2 دول هل اعرف اجيبهم من الاتموسفير؟ لا لا. ليه؟ عشان هو ما فيهوش. يبقى ما فيش طريقه اجيب بيها سي او 2 الا ان انا اعمل ايه؟ احتفظ بشويه من اللي بيطلعوا مني. تاني بقول الاكسجين في انسبايرد اير بيبقى كام؟ لا انسبايرد اير المقصود بيه الاتموس يعني اللي انت بتاخده الاتموسفيريك اير.
خلاص بيبقى 159، لكن عقبال ما يوصل هنا بيبقى 105. طيب الاكسباير دي اير قال لك البي او 2 114 ملم اتش جي، والبي سي او 2 بكام؟ 31 ملم اتش جي. بصوا مع الالفيولر اير،
يعني ايه equilibration لغايه لما تتوازن تماما ويبقى الكونسنتريشن بتاعت الجازز اللي هو في الدم وهو خارج هو الكونسنتريشن بتاعت الجازز في الادفيلاتي. يعني ايه؟ يعني كان السيو 2 داخل هنا 46 فضل يدي CO2 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 لغاية لما يوصل هنا 40 وهنا 40. فاهمة ازاي؟ طيب وال CO2 كان كام؟ 40. يفضل ياخد اكسجين لغاية لما اللي طالع ده يبقى 105. ده زي ده. فهمت ازاي؟ ها؟ دي الارقام على طول في الالفيولر اير، لان انت على طول في هواء طالع وهواء داخل. تاني فدي الارقام على طول في الالفيولر اير، ودي الفينس بلاد، وده مين؟ الارتيريا بلاد. اقول لك لازم اعمل اكوليبريشن. يعني ايه اعمل اكوليبريشن يا اولاد؟ يعني اتزان، يعني الارتيريا بلاد هاز سيم بارشال بريشر اوف جازز از الفيولر اير. هاز وات؟ سيم هاز وات؟ سيم از مين؟ الفيولر اير. فهمتوا ازاي؟ لسه ما فهمتوش؟ عايزه اكيد لسه ما فهمتوش، عشان كده انا بقول لكم ايه؟ بقول لكم ان انا محتاجه شويه سي او 2 هنا، محتاجه ايه؟ عشان انا هتوازن معاه. يوم الارتيريا بلاد وهو راجع لي يرجع بالسي او 2 ولا لا؟ يبقى كام؟ ها مستوى السي او 2 في الارتيريا بلاد كام؟ 40 ملم اتش جي. ما حدش فيكم علق ان الاوتو هنا هو 100 لكن هنا كام؟ 105. دي هتبقوا تعرفوا السبب بعدين. الحصه الجايه على طول هتعرفوا ليه ان شاء الله. خلاص. تاني هتقول لي الارقام مهمه تتحفظ ولا مش مهمه تتحفظ؟ هقول لك الارقام دي مهمه تتحفظ لكن دول لا. خلاص. وحالا على طول ان شاء الله هتاخد الارقام دي والارقام دي. تاني يبقى انهي ارقام تتحفظ؟ وفينس بلاد ومين؟ وارتيريا بلاد. ده دول يتحفظوا لكن ده لا. نعم. انا كنت قلت ان السي او 2 والارتيريا بلاد اعلى من لا انا قلت الفوليوم. قلت الفوليوم 48 مللتر لكن الاكسجين 20 مللتر لكن بي يعني بارشال بريشر. ها دي غلطه كويسه دي. خدتوا بالكم من غلط قال ايه ولا لا؟ ها البارشال بريشر مختلف عن الفوليوم. Difference in alveolar ventilation in various breathing patterns. عند the lung. أنا قلت venous blood اللي هو pulmonary artery. في الأرتري رايح لللنج بس شايل venous blood. شايل venous blood. خدت بالك وأنا بتكلم قلت إيه؟ قلت فينس بلاد ما قلتش ارتري ولا فين. فيها بتاع لسه ابو عمر انت في ايه؟ فيها بقى صحيح اللي بيروح للانج بالمونري ارتري لكن بيبقى شايل فينس بلاد. لا مش معكوسه. فهمت ولا لا؟ رد عليا فين؟ بسألك بسميتك فهمت؟ يا عم لا والله لا. Thank you.
سامي ايه يا ابني؟ سامي ايه؟ اهو في ناس بلاد داخل. مشكلته طالع حارتين يا فندم. اهو في ناس بلاد داخل طالع حارتين يا فندم. يلا نزلوا اولاد، نزلوا الصوره. يلا كمان قال لك الداد سبيس هو اللي مسؤول عن الديفرنسز ان الفيولر فنتيليشن في مختلف البريدنج باترن. يعني ايه مسؤول عن الديفرنسز في الفيولر فنتيليشن؟ عمر باهي يعني ايه الفيولر فنتيليشن؟ يعني كميه الهواء اللي بتوصل للالفيولاي واللي بتعمل اكسشينج. قال لك انه الداد سبيس مسؤوله في الديفرنت بريدنج باترن. يعني ايه ديفرنت بريدنج باترن؟ يعني انت بتتنفس بسرعه ولا بتتنفس بطيء؟ بتتنفس ديب ولا شالو؟ يعني ايه شالو؟ سطحي ضحك. يعني بتتنفس حبه هواء صغيرين ولا ديب؟ فهمت؟ تعالى نحسب. يلا دي جميله جدا. قال لك في الشالو رابيد بريدنج، يعني انت لو بتتنفس كميه هواء قليله ورابد، الالفيولر فنتيليشن بتاعتك هتقل. يعني لو انت عملت تعمل كده الالفيولر فنتيليشن بتاعتك تقل وكميه الهواء اللي داخله جوه تقل. خلي بالك اللي بتعمل اكسشينج ويجي لك هايبوكسيا وهايبركابنيا. هايبركابنيا يعني تحتفظ بسي او 2 جواك، وهايبوكسيا تزرق. انتوا ما بتشوفوش العيال الصغيره اللي بتعيط وبتتشحط كده؟ ها؟ طيب اوكي، لما يقعدوا يعيطوا ممكن يلونوا يزرق خالص ونفسه يقف. ها؟ ها؟ خلاص، لانه زاد قوي السي او 2 في جسمه وقلل الاكسجين. طيب امال لو انا عملت سلو ديب بريدنج، دول الرياضيين بقى اللي بيلعبوا رياضه، دول هم دول اللي تلاقي النفس بتاعهم تشاس ماس بتاعتهم حلوه كده، وياخد نفس وهو واقع طبعا من غير ما يسمع، ياخد نفس حلو. يعني خلاص كميه الهواء اللي بتدخل كتير وعدد التنفس قليل. ها؟ تعالوا بصوا الجدول بيقول لك ايه. لو يوب الجدول، طبعا الجدول ما حدش يحفظه خلاص، لكن ده بياكد لك الكلام ده. قال لك لو يوبنيا يعني نورمال بريدنج، لفظ يوبنيا يعني ايه؟ نورمال بريدنج. تعالوا نشوف. يلا بص، ايه اثناء النورمال بريدنج انت بتتنفس 12 مره في المينت، بتاخد 500 مللي نص لتر. البالمونري فنتيليشن هي اسمها ايه؟ بالمونري فنتيليشن. البالمونري فنتيليشن 500 في 12 يعني 6 لتر، انما الالفيولر فنتيليشن اللي انت بتستفيد بيهم كاكسشينج 4.2 من 10 لتر. صح؟ ده النورمال. امال لو انت عملت الشالو رابيد بريدنج، يعني ايه شالو رابيد بريدنج؟ من على الوش كده خلاص. كده يلا شوف، اتنفست كم مره في الدقيقه؟ 30. واخدت في كل مره حبه هواء قد ايه؟ 200 مل. 200 في 30 يعني كام؟ 6 لتر هواء بيدخلوا اللنج بتاعك. لكن من ضمن ال 200 دول 150 ده سبيس، فاللي بيدخل للالفيولاي بس كام؟ 50 مللي. ف 50 في 30 يعني كام؟ 1.5 لتر. بدل ما كنت بتستفيد ب 4 لتر دلوقتي بتستفيد بكام؟ 1.5. امال بقى لو انت رياضي وجميل، قال لك التايدل فوليوم بتتنفس 6 مرات بس في الدقيقه، ده قاعد مريح نفسه ده. الماسلز والله يعني جميل جدا. 6 مرات في الدقيقه بس. و1000 مللي لتر كامل بياخده في النفس الواحد. ما شاء الله. ف 6 لتر بير مينت برضه. خلاص؟ 6 لتر بير مينت، لكن خلي بالك من اللتر ده 150 ضايعين عليا. إذا هو بيستفيد بكام؟ 850. مالتبلايت في 6 يعني 5.1 لتر. يبقى بدل ما كان بيستفيد ب 4 لتر هواء، بيستفيد بكام؟ ب 5 لتر هواء. يبقى مين احسن؟ سلو ديب ريسبيريشن. خلاص قولي يا نهى.
مكتوب ايه؟ تايم 6 في الجدول يا ولاد الجدول انا كاتب هنا هنا شايفين ايدي دي مشاور على ايه؟ يلا بصوا عندكم في الورق بدل ما انت لايد ب 30 انا بطلع وكتبها ما انت لايد ب 6 ها لقيتوها خلاص اكسرسايز بيبقى وسلو طالما بيعمل لايف اكسرسايز ده اللي هو تريند يعني لكن هم لا يلا طلع طلع لفوق measurement of dead space measurement of dead space بنت حنان انت يلا measurement للديد سبيس how to measure the dead space انا بقيس الاناتوميك ديد سبيس ب ولدي حمزه بقيس الاناتوميك ديد سبيس بطريقه معينه اسمها نيتروجين ميتر ميثود نيتروجين ميتر ميثود يلا نورهان او بنقول عليها فاولرز ميثود اوكي وبقيس الفيسيولوجيك ديد سبيس ببور اكويشن عليك انك انت تحفظ الاتي ده من الاخر بقى عليك ان انت تحفظ الاتي ده بس ده يعني ايه ده؟ يعني تعرف انه النيتروجين تيست بيقيس بس مين؟ الاناتوميك ديد سبيس وده لا خلاص؟ وبعدين تيجي والله والا اقول لكم كله تفس وبعدين تيجي عند الفيسيولوجيك ديد سبيس والايكويشن از فيري امبورتنت بتيجي بروبلم سولف خلاص الايكويشن بتتحدث بور ايكويشن يلا الايكويشن بتقول ايه بي سي او 2 في الارتيريال بلاد ماينس بي سي او 2 في الاكسبايرد اير صلح كاتبه لكم اكسبايرد بلاد في حاجه اسمها اكسبايرد بلاد اكسبايرد اير expired air على ال PCO2 في ال arterial blood multiplied by tidal volume. ال equation تتحفظ زي ما هي. هيعمل لك ايه في الامتحان؟ هيديك ارقام وانت تعوض. بس. ما فيهاش حاجة عجيبة يعني. تاني. يلا بتقيس ال dead space ازاي؟ اها. يلا بقيس ال dead space ازاي؟ ال PCO2 في ال يعني arterial minus expired على arterial. ايه؟ arterial minus expired على arterial multiplied by tidal volume. تاني arterial minus expired على arterial multiplied tidal volume. ده اللي عليك. خلينا نشرح الكيرف. خلينا نشرح نعم. بقيس ازاي الارتيريال بلد؟ انت مالك؟ بقيس ازاي؟ ازاي كلينيكال باثولوجي؟ هو هيديك الرقم. يلا يا ولاد. ايه بقى يلا الكيرف عليك الكيرف وعليك تعرف بتقيس ازاي الديد سبيس لكن ده مش مهم يعني شرح الكيرف مش مهم ما لم انه يتلغي في المدرج خلاص يعني ممكن يقول لك مش مهم ده لا خالص ويقول لك عليك دي بس خلاص لكن انت طالما ان هم ما لغوش في المدرج لا احنا هنشرحه والكيرف عليك لان ممكن يجي لك بروبلم سولفنج ممكن يجي لك ايه بروبلم سولفنج فاهم فانت لازم تعرف تطلع من الكيرف الديد سبيس خلاص كده ايه بقى النيتروجين ميتر ميثود دي بيقول لك جبت الشخص اللي انا هقيس عليه عبد الرحمن وما
وبعدين قلت له خد نفس غويط ديب بريذنج بيور اكسجين، يبقى الداد سبيس اللي هي الاناتوميك كلها بقت مليانه ايه؟ بيور اكسجين. تاني قلت له خد نفس بيور اكسجين، البيور اكسجين هو داخل عمل ميكس مع الهواء اللي موجود في الداد سبيس ونزله لتحت، فالهواء اللي بقى مالي الالفيولاي بقى فيه ايه؟ بيور اكسجين اللي هو اخده زائد الهواء القديم اللي كان فيه CO2، ما تنسوش ان كان فيه نيتروجين، ما تنسوش ان 80% من الهواء اللي احنا بنتنفسه من الاير مليان ايه؟ نيتروجين. اذا الالفيولاي بتاعتي دلوقتي بقت مليانه ايه؟ فيها نيتروجين، فيها CO2، فيها اكسجين. انما الداد سبيس بتاعتي بقت مليانه ايه؟ بيور اكسجين. فهمتوا؟ اجي اقول له بقى طلع نفس في جهاز بيقيس النيتروجين كونسنتريشن، بيقيس ايه؟ لما يجي يطلع النفس اول حاجه هتطلع هي مين؟ الاكسجين اللي معلق فين؟ في الداد سبيس، اول حاجه هتطلع. خلاص؟ صح، بس خلي بالك دايما ما بنقدرش نفصل قوي، يعني ايه ما بنقدرش نفصل قوي؟ شويه اكسجين صحيح في الهواء ده هيطلع، صح الاول، مليانين اكسجين وبس. لكن بعد كده الهواء اللي في الالفيولاي عمل ميكس مع الهواء اللي في الداد سبيس مش لا. فطلع لي شويه نيتروجين عاملين ميكس مع مين؟ مع البيور اكسجين. فهمتوا الفكره؟ فالاول ما بيطلعليش خالص نيتروجين، وبعدين يبتدي يظهر لي نيتروجين، يظهر لغايه لما يبقى كارستنت خلاص. مفهوم؟ طبعا الحته دي كلها داد سبيس طبعا اللي ما فيهاش نيتروجين. قال لك واجيب اعمل بلوتنج للاين يقسم، يبقى عندي تو تريانجلز هنا والاي سيرفيس اريا ايكوال البي سيرفيس اريا. تاني انا اخدت لاين لما النيتروجين ليفل وصل لبلاتو، يعني ايه وصل لبلاتو؟ وصل لمستوى كونستنت، وقسمت المسافه دي بحيث ان بقى عندي تراينجل ده ايكوال لتراينجل ده. قال لك الداد سبيس هي من اول هنا اهو لغايه النقطه دي. تاني هل انت تقدر تحلف انه لغايه ده كله داد سبيس؟ لا. ليه؟ لانه من اول ما ابتدى يظهر لي نيتروجين ده معناها انه طلع لي الفيولار كده، صح؟ هل تقدر تحلف ان لغايه هنا خلصت الداد سبيس خلاص؟ لا، لان شويه الفيولار اير عملوا ايه؟ ميكس. فهمتوا ازاي؟ فهم توصلوا الى مساله حسابيه مالناش دعوه بيها. قال لك اخد منتصف الطريق، اخد ايه؟ يبقى هو ده المتوسط بتاعي، يبقى هو ده مين؟ طيب تقرا ازاي الداد سبيس؟ يلا تقراها ازاي؟ من اول فين لفين؟ من اول زيرو لغايه هنا. قول لي بقى لما يبقى ده بوينت 2 ده معناها ايه؟ بوينت 2 لتر، هنا لتر، يبقى دي معناها ايه؟ 200 مللي، برافو عليك. لما انا اكون قبل ال 200 مللي ده معناها ان انا الداد سبيس بتاعتي كام؟ بص بص يا ولاد، هنا يعني بوينت 1 صح؟ يبقى هنا 100 مللي. طب وانا دلوقتي في المنطقه ايه؟ في النص ما بين البوينت 1 لكام؟ لبوينت 2، يبقى ده معناه 150 مللي. يلا عايز حد يقول لي هنقيس الداد سبيس ازاي؟ يلا مين شاطر يقول؟ يلا عمر باهي قول لي هتقيس الداد سبيس ازاي؟ بالنيتروجين ميتر ميثود. ايه؟ عمر مبلغ ليه يا بابا؟ زياد قول. هنخلي الشخص ياخد الاول بيور اكسجين وبعدين يعمل ايه؟ متوصل على نيتروجين. المفروض مين اللي يطلع لي الاول؟ فيور اكسجين الاول، وبعدين بعد شويه شويه الفيولر اير يعملوا ميكس مع الداد سبيس ويطلع لي فيور اكسجين متوسخ بشويه نيتروجين، ويفضل يطلع اكتر واكتر نيتروجين لغايه لما اوصل لايه؟ لكونستنت كونسنتريشن. طب علشان اقيس الداد سبيس اعمل ايه؟ اخد لاين عند البلاتو وانزله كده، وبعدين اخد منتصف المسافه دي. فهمنا؟ طب هذه الطريقة بقدر أقيس which type of dead space؟ anatomical dead space. طب علشان أقيس ال total dead space هعمل بمين؟
بور إكويشن. يلا يا أحمد صابر قول لي بور إكويشن ده مين مع مين إزاي يعني؟ بس لو قلت خلاص قلت ها؟ قلنا ها؟ arterial minus expired على arterial multiplied في tidal form. كويس. قلنا إيه النهارده؟ يلا. قلنا dead space. قلنا إيه في dead space؟ طبعا أنا كنت محضرة درس أكبر من كده الحقيقة، بس دايما الـ dead space بتجد صعوبة في دماغكم في حتة الـ concentration دي. فدايما أبقى عاملة حسابي إن أنا أشرح أزيد وما أعرفش فايدة. أنا ما قلتش تلمه. أحاسب حاسب بقى.